هل يوجد حكم من أحكام الله الشرعية مجرد من العقيدة؟ ها لا يوجد أصلا، لأن الحكم لا يكون شرعيا ما لم يعتقد الإنسان بأن الله شرعه. ها الله شرعه، إذن الأمر إيش تعلق؟ بالعقيدة، العقيدة العلم الغيب، الأشياء الغيبية التي يعتقد الإنسان يعتقدها بقلبه، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه. طيب ما الذي يرضي الله وما الذي يسخطه، ما الذي يقرب إليه، ما الذي يعطي عليه الحسنات يقبله الله من هذه كلها متعلقات إيش؟ بالله عز وجل. فمثلا السواك مطهرة للفم مرضاة، إذن أحاديث السواك هذه كلها في العقيدة بعد. بل لا يوجد، لا يمكن أن تتصور أن يوجد حكم شرعي بلا عقيدة، لأن أصلا كيف صار شرعيا؟ لتعلقي بأن الله ها شرعه ويجازي عليه، فصار إيش هذا الكلام؟ تفريق يعني من أهواء أهل البدع، حتى يروح أنفسهم فيعتقدوا ما شاءوا بالله عز وجل وينفون من صفاته وأفعاله الذات وصفات الذاتية والفعلية. ماذا يقول أحدهم؟ كل ما جئت بالحديث قال لا هذا حديث أحد، ريح نفسك. إيش أحد؟ ما يدري، هكذا سمع. وتجد هؤلاء الذين ينكرون أحاديث الأحاد في العقيدة تجدهم يستدلون بأحاديث الأحاد، بل لا يوجد أصلا حكم شرعي إلا باعتقاد. وذاك كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول إيش؟ لو قيل يؤخذ بالحديث، أو الألباني وغير الألباني، لو يؤخذ بالحديث الأحاد في العقيدة دون حديث الأحكام لكان هذا إيش؟ يعني حديث العقيدة في شيء واحد وهو الخبر عن الله ورسوله فيما هم من المغيبات، الجنة النار الملائكة الإيمان بالله صفاته أسماءه، هذا اعتقاد. ها لكن العمل لابد يكون إيش؟ عمل واعتقاد. فهذا فقط علم. مثلا الملائكة لهم أجنحة صح؟ هذا عقيدة ولا حكم شرعي؟ عقيدة صح، مثنى وثلاث ورباع، خلاص انت خبر عقدي بان الملائكة لهم أجنحة، نص القرآن، ماذا يجب عليك؟ ان تعتقد في قلبك، تصدق بان ايش الملائكة لهم أجنحة. لكن عطني عمل مجرد من العقيدة، ما يصير حينئذ عملا شرعيا. حينئذ لا يكون عملا شرعيا ما لم يرتبط بأن الله قد شرعه ويثيب عليه ويجازي عليه. صار إذن هنا عكسوا، شددوا في العقيدة وقال لا تثبت العقيدة بحديث أحد، وأخذوا بالأحكام وقال وتثبت ليش الأحكام بأحاديث الأحد. لكن من أجمل ما قيل في الرد على هؤلاء يقول لا تثبت عقيدة بحديث أحد، قولكم لا تثبت عقيدة بحديث أحد هذا كلام في العقيدة، كلام في العقيدة وبالأحكام في العقيدة. طيب نريد منكم دليل متواتر يدل على هذه العقيدة، نبدأ بها. وانتم تقولون العقيدة لا تثبت بحديث أحد، أعطني دليل ومتواتر يدل على أن إيش الأحد لا تثبت به عقيدة. هذا يعني قاصمة لظهوره. ثم القاسمة الثانية، طيب ما هو المتواتر وما هو الأحاد؟ حتى نعيش إذا أتانا متواتر أخذنا به، وإذا أتانا أحاد ها لم نأخذ به بالعقيدة حسب ما تقول. ما هو أصلا متواتر؟ ما هو المتواتر؟ ما رواه جمع عن جمع. طيب الجمع هذا كم؟ أنا أريد دليل متواتر، لازم متواتر يدل على حد التواتر بحيث نعتبر هذا متواترا او ليس بمتواتر. لازم متواتر، ها اعطني دليل متواتر يدل على حد التواتر. فمثلا ما رواه 100 عن 100 هذا يكون متواتر. طيب اذا رواه 90 عن 90 متواتر ولا لا؟ ان قال المتواتر قلنا الدليل ان 90 عن 90 متواتر، 89 مش متواتر، لازم دليل. لو دليل شنو ايش؟ متواتر. ما يمكن. وكل ما نزل بواحد قلنا طيب، قال مثلا ما رواه 20 عن 20 هذا المتواتر. طيب إذا رواه 19 ما دليلك أن 20 عن 20 متواتر و19 عن 19
ليس بمتواتر. لا أريد منك ماذا؟ أريد منك ماذا؟ دليل متواتر يدل على أن رواية 19 عن 19 ليس بمتواتر، ورواية 20 عن 20 متواتر. وانزل معها هكذا، كل ما أتى بعدد قلنا عطنا الدليل المتواتر الذي يدل على أن هذا العدد يعتبر متواترا وهذا ليس بمتواتر. كلام باطل. الغريب في الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته لم يسمع شيء اسمه إيش متواتر تقبل في عقيدة ولا أحد لا تقبل، يعني ما مر على النبي عليه الصلاة والسلام هذا، ولا الصحابة ولا تابعين أتباع الصحابة، فيبتدعون هذا البدعة ثم يلزم بها الناس، وهذا كلام ما أنزل الله به من سلطان.